البداية هتكون عن حاجة مهمة جدا بنتكلم عنها كل شوية وكل فترة والتانية، سياسة الإشاعات والأخبار والتسريبات والنوع ده من الأمور. للأسف دايما الإشاعات بتطلع في توقيت بيكون الفريق فيه في أشد الحاجة لمؤازرة الجماهير والمؤازرة والتشجيع فقط لا غير. طبعا كلنا مقتنعين ان جماهير النادي الأهلي عندها من الحكمة ومن الفطنة ما يكفي ان هم يبعدوا تماما كل أجواء التوتر عن فرقتنا. وطبعا جماهير النادي الأهلي في كتير جدا الحقيقة من المواقف، ودي كلمة حق لازم تتقال، كان دايما الجمهور هو صاحب الكلمة العليا في توفير المناخ اللازم للفريق وكمان للجهاز الفني. عشان كده مش عايزين أي تكهنات، مش عايزين نضيع مجهودنا الذهني حتى بأي شائعات بيتم ترويجها. خلينا نركز على هدفنا الأساسي ألا وهو الفوز واستمرار عجلة انتصارات فرقتنا في كرة القدم. عندنا ماتش مهم جدا ان شاء الله قدام الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري العام يوم الجمعة القادم، اكيد بنتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق، وان شاء الله الماتش ده يتلعب بروح الفانيلا الحمراء وكمان بشخصية البطل. حابب كمان اقول انه الى حد كبير نقدر نقول ان ده قدرنا، لان احنا فريق كبير، وطبعا الفترة اللي جاية عندنا مجموعة كبيرة من التحديات، منها الدوري والكاس وطبعا دوري ابطال افريقيا واكيد كأس العالم للأندية. الموسم اللي فات كان عندنا نفس التحديات بالظبط، حققنا المراد في اكتر من تارجت منهم وكسبنا اهم بطوله في القاره للمره الثانيه على التوالي، وطبعا عملنا انجاز عظيم في كاس العالم للانديه. مش كلامنا ده بشهاده الكبار زي البايرن ميونخ ونجومه وغيرهم من الفرق. الاهلي بتاريخه العظيم بينافس على منصات التتويج في كل المناسبات وكل البطولات الرياضيه المختلفه.